الو، مساء الخير يا فندم. من فضلك والله انا كنت عايز ابلغ عن وجود قنبله محليه الصنع حوالين الاسم. ايوه، هتنفجر كمان دقيقه و17 ثانيه و16 ثانيه 15 ثانيه 13 ثانيه 12 ثانيه 10 ثواني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايز ايه؟ من فضلك والله طلع لي الاحراز اللي موجوده عندك الجديده عشان اخدها واطلع على النيابه فورا اسجلها. احراز انت يا عميد؟ مش شايف الاسم كله بيتفجر؟ ما يتفجر يا سيدي، ما يولع الاسم. في عداله لازم تقام، وفي اوامر لازم تنفذ، العدل لازم ياخذ مجراه. حتى التليفون مش عايز يجمع. الله يخرب بيتك، جمع. حاول تاني يا سيدي. مفيش قنبله ولا حاجه، دي طلعت اشاعه. ايه؟ اتفضل يا عم، اهو طلع في الاخر اشاعه. سامع؟ اما انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله، قلبي كان هيقف والله. يبقى انزل زقه. تمام كده. السلام عليكم. كل الأسرار امسكوا! حرامي! امسكوا! خدوه! ده الأسرار! سلا السلاح! امسكوا بسرعة! فوق لو سمحت. من فضلك. ايوه بقى. في عربيه عدت من هنا، عربيه حمراء. ايوه مشيت كده تقريبا. شكرا. ربنا يحميكم. اطلع بسرعه. ربنا يحميكم يا رب. البلد باظت على فكره، البلد باظت. ايه يا عصام يا حبيبي؟ ايه يا حبيبتي، لسه في التمرين يا بابا؟ هتخس، هتبقى شبه الخله. اه لا، انا بقى هطلع الاسكواش. انت عارف انا بعشق البرياردو. طب بقول لك ايه، جبت بخافه الربو بتاعت رنا؟ طب كويس. لا هي احسن من امبارح بكتير. راح ترسم وشها يا سيدي وهتجيلي، وبعدين هنجيلك على طول. مامي مامي يا حبيبتي. ما تخافيش يا حبيبتي. انت فين يا عصر؟ وتليفونك بيدي مشغول بصفه مستمره. أكيد يعني أنت في الملعب دلوقتي. طب خلاص، سخن بقى على ما أنا غير هدومي وأجي لك. أهلا 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 سعادة بيه. إزيك يا عصوم؟ إزي سعادتك عمو؟ عامل إيه؟ تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ما تيجي نتكلم في الشغل على طول عشان خاطر أنا عندي بس المدام على بره والمكان قلق كده. يا راجل أنت مستعجل على إيه؟ خلينا نروق دماغنا وإحنا بنلعب. خلاص أوكي. بابي بابي حبيبي البابا، حبيبي البابا، حبيبي البابا، حبيبي رنا بنتي اخر العنقود. مدام هاير مراتي. اهلا وسهلا. سيدة القصر سعداني بيه، يعني مشاريع مصر كلها بتاعته. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزاك تقطعه يا بابي. اقطع مين؟ بس عيد كده. ايه ده؟ معلش بقى، الاطفال احباب الله. اخر العنقود ما اقدرش اعمل اي حاجه. ربنا يخليك ان شاء الله تبقى عروسه كده. حب بابي قد ايه؟ يلا 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 عاصم، انا هستناك على البول بقى. اخلص ماشي. روح على البول والطعميه لو سمحت. هات. اتفضل. معلش 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 والله عارف عملت لون برضه. معلش. شوكولاته بالحليب. اتفضل اتفضل. خليني في الشغل بقى. بقول لحضرتك ايه؟ خير.
امسك ده السلاح بتاع المحروس ابن سعادتك، والله لقطته من الاسم قبل ما يطلع على النيابه، لولا ان هو عريس جديد. الفوطه بس لو سمحت، الفوطه. ايوه ايوه عشان بس معلش حاجات بتتبقى. ميرسي يا عاصم، ميرسي قوي. ايوه بعد ميرسي ايه؟ ميرسي انا بقدم لك كاس. انا عايز انت عارف القضيه دي بتاعت السلاح بدون ترخيص ده لو عند نجاة الفيومي اللي انا مدير مكتبه كان هيشمطك في كام؟ مش اقل من مليون، انما انا هلسعك في 250. ده معاك الراجل ده برضه؟ وفي اربعه غيره برضه. اتفضل اتفضل. عاصم عاصم سنجاري حب العزيز. سخنت سخنت لما اتفقعت. طب يلا يضرب سيرفي من جديد. حاضر. اوه انا اسف، كنت هتطير عيني يا بني ادم. حاك علي، انا اسف اسف مش قصدي والله، مش عارف انا الكوره كوره عايز تنفخ. معلش بص عنا ازاي. انا اسف معلش والله. عاصم نعم. انا عايزك في موضوع مهم جدا، والموضوع ده بقى يخصني انا شخصيا. هو الحرز كان ايه؟ فرش حشيش. بس انت ايه اللي عرفك ان انا هتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي؟ ساعدني باشا ساعدني باشا، انا اهم مدير مكتب لاهم محامي في البلد، وسموني عاصم سنجاري عشان اوبل مفتوح زي السمكه بتشوف الحشو اللي في السمكه قدام عينيك. الموضوع ده عشان يخلص ارنب شيك بمليون وكان شيء لم يكن. ارنب ايه ومليون ايه؟ دي قضيه متلفقه يا عاصم. ديل يا فندم. ديل ديل. بكره هبعت لك ملف القضيه على المكتب. بس الله يخليك انا مش عايز اي حاجه تسيء لسمعتي يا عاصم. عيب هو تاجر مخدرات غير سمعه سعد الباشا؟ عيب. بقول لك ايه، معاك حته من دوفر دوفر كده من ال دوفر. ايه دوفر دي؟ دوفر 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 من الفرشه اللي تعفش ولا الحرز اللي تعفش. ايوه 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 معايا حته. ايوه ايوه حلو قوي. ابعت لي بقى شيك ب 2 مليون على مكتبي. 2 مليون جنيه ايه وبتاع ايه؟ احنا مش متفقين لسه على مليون جنيه؟ عشان مخبي عليا انك هربان من تنفيذ الاحكام واخد حكم. ساعدني باشا، لازم الوكيل والموكل يبقوا واكلين مع بعض. اوكي، مع اني مش عارف هجيب لك فلوس مصر منين، بس هتصرف. هكتب لك شيك بمليون جنيه واستلف الشيك التاني من امي. خلاص، يبقى شيكك وشيك امك يجوني على المكتب. اوكي؟ ان شاء الله. اوه! ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ شفتي؟ بهدلته، قطعته، ولا بتتكلمي على البدله؟ الاثنين قمر يا حبيبي. حبيبي، لحظه. الو؟ ايوه مين معايا؟ مليجي؟ اوكي باي. ايه ده؟ المكالمه كده انتهت خلاص؟ مفيش وقت خلاص، الدولار عالي. بتتكلمي في ايه؟ حبيبي الداد. ماي هارت داد. بيبي داد. الو؟ ايه يا مليجي؟ ارحمني بقى من مواعيد الغيطان دي اللي انت بتديها لي دي. اسال على غرزة عصعوص. غرزة عصعوص؟ ايه اللي على اليمين دي فيه حمار قدامها؟ انا وانا الحمار على طول. مليجي! مليجي! خش! انت فين؟ اخش فين؟ ايه الضلمة دي؟ معلش لا مؤاخذة، النور مقطوع. النور مقطوع، ماشي. أي. ايه ده؟ انا دست على حد ولا ايه؟ لا ما تشغلش بالك، ده الواد مصعب بتاع الولعة. مصعب بتاع الولعة؟ مننا وعلينا يعني. ايوه خش زي ما انت. لا مؤاخذة مصعب. هو ما بيردش ليه؟ انت فين بقى؟ بص عد اربع جوز، انا الجوز الرابعه اللي على اليمين. انت الجوز الرابعه؟ اه. مش خلص بتاع مصطفى شعبان ده ولا؟ خش زي ما انت. ايه؟ ايه متنكر ليه كده؟ انت عارفني، اي مكان بحب انزله انزله شبه الناس اللي موجوده فيه بالظبط. الله الله عليك يا ابو التواضع كله. امال ايه؟ هو لبس تاجر قلل ده اي كلام ولا ايه؟ نازل شبه الناس. بقول لك ايه؟ عملت
عملت ايه في الحرز بتاع سعد النبيل اللي انا قلت لك عليه؟ ايه يا باشا، احنا رجالتك طول عمرنا. ايوه وحياتك، الحرز ده من خزة النيابه لقيت سعادتك على طول. حبيبي 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 وابن حبيبي يا مليكي، فين الحرز؟ اتكلمت على الحرز وديتنيش حرز، فين هو الحرز؟ يا معلم. فين بقى الفرش المضروب اللي هتحط مكانه؟ يا معلم معلم، بص على ايه؟ يمكن التاجر قاعد جوه ولا حاجه. حبيبي امليجي، بقول لك ايه؟ مر هي الكميه اللي هي بتاعت النسبه بتاعت المخدر اللي موجوده في الفرشه المضروبه، متاكد انها اقل من الكميه اللي موجوده في الفرش بتاع الحرز الحقيقي. عيب يا باشا، انت فهمت الجمله اللي انا بقولها ولا؟ فاهم والله يا باشا. انا مش عارف انا قلتها صح ولا غلط. قلتها صح يا باشا. قلتها صح؟ قلتها صح. قلتها صح. حلو ده. على فكره ايه؟ انا بعينيا دول شايف مراته وهي بتدعك في الحنه في البيت عندي لغايه لما طلعت لك الحاجه الحلوه دي. ليش طعم؟ مراتي مراتي، اهدى انت طالع مطلع. اهدى، عايز ارد على مراتي، تعالى بره. رد عادي يا باشا. رد عادي هنا قدام الرجاله كده عادي؟ ايوه يا باشا، كلنا بنرد على حريمنا هنا. رد عشان ما يبقاش شكلك وحش قدام الرجاله. لا وانا يعني لو رديت قدام الرجاله هبقى شبه جورج وصوف. يا باشا جمد قلبك ورد. امال يا عم قوم بقى، خلينا نخلص. ايوه ايوه حبيبتي ايوه. لا ده انا بزور واحد صاحبي في مستشفى الصدر. شالوا البواسير، لو كويس راحوا حاطينها له تاني. انا جاي يا حبيبتي. مال وشي شبه اللي عليه كمبيالات كده ليه؟ صباح الخير يا حسن بيه. مش حد سامع بيه. الاستاذ منتظر حضرتك من نص ساعه. احنا مش عارفين اصلا نعمل ايه يا فندم. الاستاذ سعداني بعت حضرتك الظرف ده. شكرا يا سعداني. وصل يا فندم. شكرا يا استاذ. سياره. ايه الاخبار يا دلو؟ تمام. ايه حبس الوزير فرجه بدون ما وصيت الوزير. البلد دي عمرها ما هتنضرب ابدا ابدا ابدا. الواحد بيحمد ربنا ان هو شغال مع واحد زي الاستاذ نجاتي، من انضف الشخصيات وانقى البني ادمين اللي اشتغلت معاهم. هو وصل؟ من 10 دقايق. قشطه. قصدي ميرسي بوكو. اوكي. على فكره ده اللي تعرف انا بعزك ليه؟ ليه؟ لان فيكي شبه من هند صبري في فيلم الجزيره. اوكي. باي باي باي. ايه 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 ده؟ قلت لك 100 مره ما تخضنيش بالطريقه دي. شيكين ب 2 مليون جنيه باسم سعادتك. ايه؟ مبروك عليك. 2 مليون؟ لا كده بقى بخضني في اي وقت. يا امي يا امي. حوارهم ايه بقى ال 2 مليون دول يا عصام؟ حوارهم شمال وحليته. سعدان النجار، سعادتك عارفه؟ لا. سعدان النجار ده راجل محترم جدا وتاجر مخدرات، واتحكم عليه بسبع سنين سجن وهربان من تنفيذ الاحكام. والراجل خايف يخش القفص. ما يطلعش منه. طبعا مش ضامن البراءه. الله عليك، خدتها من على حنكي. انا بقى رحت بقى وجبت البراءه بتاعته. وبدلت الحرز في قلب الخزنه وكل حاجه تمام. ما فاضلش غير ان سعادتك تقوم من مكان حضرتك، تروح على المحكمه، تلبس الروب، سيد الرئيس، حضرات الساده المستشارين، حكمه المحكمه، وتجيب البراءه وتيجي. بموت فيك يا عاصم، بموت فيك. طول عمرك وشي خير. تحياتي فندم، ربنا يخليك. 250 ألف حصتي في الشيكين. كم؟ 250 ألف حصتي في قلب الشيكين بتوع اللي هم 2 مليون. حاضر يا سعاده. و250 كمان زيهم ثمن الحرز. الاثنين زي بعض؟ ايوه، ما هو ده 250 وده ده. انا مش حاسب حتى المشاوير بتاعت الرجاله. أيوة. والشاي والقهوه والحاجات دي انا فاهم. كل دي مصاريف، دي حاجه كومبليمون مني. خلاص خلاص يا عاصم، اتفضل. ادي 250 ألف
حصيتك في العاصمة الأمر عاصم سنجاري. عاصم سنجاري ما سنجاري هي مش باينة سين يعني؟ لا مكتوبة شنجاري. لا ما فيش يا سيني ما تخليش أشرب بقى. لا ده طبعا طبعا أوكي يوه أسف معلش بس عشان خاطر ما يرجعونيش من البنك هيرجعوني. لا مش هيرجعوني والله بتلككوا على حرف والله عمرهم ما رجعوا لك شيك. امسك الله يخليك يا فندم. وده شيك تاني ب 250,000. أيوة لما أصرف أنا بقى ال 2 مليون دول تمن الحرز. والحرز واجب. وبناء على المثبت بمحضر النيابة من تحديد دقيق للحرز، وطبعا هو فرش الحشيش، من حيث الوزن ونسبة المادة المخدرة فيه، فإنني أطالب عدالة المحكمة بعمل مقارنة بين الحرز المثبت في محضر النيابة وبين الحرز الحالي، وسوف تكتشف عدالة المحكمة اختلاف واضح بين الحرزين بالعين المجردة. نعم بالعين المجردة دون اللجوء إلى خبراء أو متخصصين. بعدها يا حضرات المستشارين اصدروا حكمكم تطبيقا لقول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية لحين إعادة فحص الحرز الخاص بها من جانب لجنة أخرى بمعرفة اللجنة المختصة. رفعت الجلسة. محكمة! حياة النفوس حضرتك طبعا تسمع عن قضية رجل الأعمال المعروف فادي أبو دومة ومعالي الوزير بهجة عثمان. تقصدي قضية الرشوة طبعا. أي بس البشوات أمالهم في حضرتك كبير. أنا مجرد وسط خير، هم بعتني مخصوص عشان عارفين الموقف كله ممكن يتغير وجود محامي كبير زي حضرتك في القضية. ثانية واحدة يا أستاذة. داليا بلغ الأستاذ عاصم يجيني حالا. أكمل ولا إيه؟ أيوة هكملي ما تقلقيش، ثواني بس يجي عاصم. القضية دي أصلا تخصه هو. مساء الخير يا فندم. تعالى يا عاصم. تحت أمرك. أحب أعرفك بمدام حياة النفوس يا فندم. حياة النفوس معقولة؟ معقولة يا فندم؟ في حد ما يعرفش مدام حياة النفوس نورشان آدم؟ حياة النفوس نورشان آدم ده ما يبقاش عايش على المجرة، ما نزلش في كشف البني آدمين، ملوش في الفيس. واضح إن حضرتك شخصية معروفة. مدام حياة جاية بخصوص قضية فادي أبو دومة والوزير بهجة عثمان. بهجة عثمان. أي يعني زي ما تقول هي وسط خير يعني. لا هي أنا سوري أكيد هي غلطت، هي تقصد إنها الوسيط الخفي في القضية مش وسط خير، مش كده ولا إيه؟ إيه ده؟ إيه الكلام الغريب ده؟ مين ده؟ ده عاصم سنجاري يا فندم. عاصم سنجاري اللي هيطلع سعادتك والبهوات زي الشعر المعجين. وحضرتك بقى مصدق الإشاعات اللي بتتقال عني دي؟ والله في اشاعات وفي اشاعات، مش كده نجاتي بيقول ايه؟ تمام. وفي اشاعات تانية بتقول انه مش معقول مدام حياة النفوس نورشان ادم تخش الموضوع كله شوشرة ورأي عام ورجليها تيجي في القضية، اكيد ليها مصلحة اصيلة في القضية. افندم رجلين سعادتك ماله بالسمانة هيجوا في القضية.
مين ده؟ ده عاصم سنجاري يا فندم. عاصم سنجاري اللي ماسك الفرع الشمال في المكتب هنا. بص يا مدام، بص يا باشا، اتفضل. الموضوع كله في الشرايط اللي اتسجلت على فادة بدومة وسيادة الوزير. الشرايط دي بقت في ايدينا، ساعتك عارف ان دي لعبتي. يبقى خلاص مفيش ايه؟ مفيش قضية. فينيتو لاموزيكا. مفيش قضية فعلا. يا مدام لازم تعرفي حاجة كويسة قوي، ان الوكيل والموكل لازم ياكلوا مع بعض. هي دي سمعة الحياة. سمعة الحياة؟ ايوه فندم، يعني تواصل الامجاد. اسكت. شوف يا استاذ عاصم، اتفضل. رغم ان اسلوبك وطريقتك وكل حاجه بتقولها مش عاجباني خالص، بس يا فندم ربنا يخليك، الا ان انا مضطره اني اوافق بس عشان خاطر البراءه. لا تعب 15 مليون. نعم. ايه ده؟ بقول 15 مليون. ما ترد على المدام يا عاصم. ارد اقول ايه؟ انا كاتب ايه يا هانم؟ احنا هنخرجك من المركب الغرقانة انت واللي معاكي. ليه رافع في الماكسيمم كده؟ يا مدام انا رافع في الماكسيمم عشان كله ياكل مام. مام. على فكرة الجملة دي دايما بتضحك في المواقف الوسخة. سوري يعني، معلش. ممكن اسأل حضرتك سؤال بس؟ اتفضل. معلش انا حضرتك، هو الكانوليا اللي انت حطاها دي ايه؟ كانوليا؟ بتحس انها ليه؟ من النوع اللي بتصير الرجال. لا اسكت بس. عايز اقول البرفان بتاع حضرتك مثير قوي للرجال. بالظبط. ايوه بيسيء للرجال. او انا ممكن اطلب طلب؟ اتفضل. ممكن اخش الحمام؟ اتفضل. ايه 15 مليون جنيه؟ ده انا ما كسبتش نص المبلغ ده من الوزاره. وانا موافق على المبلغ. خلاص يبقى تشيل انت الموضوع من اوله لاخره. انا التزاماتي كتير قوي برضه يا فادي. كفايه قصات الجزيره اللي اشتريتها في البحر الكريم. الجزيره دي تمنها قطم وسطي. خلاص يا معالي الوزير، قطعت قلبي والله. مش قادر استحمل يا فادي، مش قادر استحمل. انا هتحمل الفلوس كلها. يعني خلاص حضرتك هتدفع 15 مليون؟ ايوه، بس تتاكدي اولا ان الشرايط فعلا معاهم قبل ما تدفعي مليم واحد. ما هو الرز اللي عايز الفلوس بتاعته كلها كاش، وبصراحه بقى ده غيتت ومصيبه، وانا عايزه اخلص منه. انا نفسي افهم الجدع الزلطحي ده مستعجل على ايه؟ الجلسه لسه قدامها اسبوعين. انا هدبر لك المبلغ واقول لك هتستلميه ازاي وفين وامتى. انت خلاص بح. يعني ايه بح؟ مش فاهم. انت مش لسه واخد الشيك اهو؟ ايوه يا فندم، ما هو ده ثمن الحرز، وانا هروح اجيب بيه عسليه. ده ثمن الحرز. انا اي اشتغل صدقه كده؟ مواطن ماشي عادي في خلاص خلاص خلاص. بني ادم كده ماشي كده في الهواء كده. خلاص يا عاصم سوها عليا. ولا سوها، ما ولا سوها تنفع ولا سعاد. ماشي. 15 مليون. ايوه. نسبتهم في الجدول التربيعي 3 على 15000 جنيه على كل ربع جنيه، بيوصل الرقم لتقريبا حوالي 2 مليون 930. ايه الجهاز التربيعي ده؟ اللي هو بتاع قسمه الباينس. الباينس ماينس زائد بلس على 15%. مش هما 2%؟ بيدونا 15000 جنيه في ربع جنيه. امال فين الواد اللي هيسلمك الشرايط ده؟ اتاخر قوي. لا اتاخر ايه؟ مفيش حاجه اسمها تاخير على عاصم سنجاري. 5 ثواني. عد. 5 4 3 2 1. فين يا سيد؟ سميت وبيض وجبنه. اهو بتاع الرسوس. الرسوس ايه؟ ببيع سميت وبيض وجبنه. يا عم بالراحه علينا بودانك اللي سابقه وشك دي. بيجي بيسلم عليك وبيقول لك اتوصل. طلباتك كلمه السر. عندك بيض؟ عندي بيض. ابيض ولا احمر؟ من ده على ده. ابيض فحمر. ابيض فحمر. يبقى اجي لك في شم النسيم بقى. طلباتك عايز رغيف بيض بياض بيض، ورغيف بيض صفار بيض. تمام بتتكلم. ايه ده كل دي كلمه سر؟ امال ايه؟ الدولار على كل حاجه، حتى بيض الغلابه. طيب احنا وصلنا لحد فين يا عم شكوكو؟ رغيف بياض بيض ورغيف صفار بيض. حلو قوي. فاضل لك حاجه واحده بس وكلمه السر تكمل. تمام الكلام كده. تمام. خد. ايوه هات. قشط عليك. خد دول حطهم مطرح دول. تمام. سلام. سميت وجبنا والبيت خالص. سميت وجبنا والبيت خالص.
يا فادي بيه خلي بالك اسمة الوسيط عليك، انا راجل عندي التزامات وقسط الكريم يقرب، ما تحسوا بينا بقى يا اخي. اهني نفسي بالارض ومش هنختلف. وانت عارف مين كان حيموت على الارض دي؟ ربنا يكفينا شر الموت وسيرته، بس الحي ابقى من الميت يا معالي الوزير. انا بس اركب الكرسي من تاني وحظبطك انت والشعب. ها والله دمه خفيف، والله انا ما اعرف ان دمه خفيف كده. امال ليه بيطلع مكشر كده في قلب التلفزيون؟ ده جزء من 5 شرايط موجودين معانا في حوزتنا بتوعنا، مش كده؟ يعني احنا دلوقتي معانا الشرايط وسعادتك معاك الفلوس. طب بلاش ضمني بقى ان انت مش عامل نسخه تانية من الشرايط دي. الفلوس، الفلوس بتهدي النفوس، مفيش فلوس بعيد عنك في ناموس، فهتدينا فلوس نديك شرايط بس. ده اخر كومنت عندي، مش كده ولا يا استاذ محمود؟ كومنت ومحمود اوكي. ايوه اعتذري من الميعاد والتسليم بين العصر والفجر. العصر والفجر؟ ليه المسافه الطويله دي كلها؟ يعني تمويه، هو دايما كل مواضيعه فيها تمويه. طب ده مره عمل تمويه. خلاص واحد. خلاص خلاص، واحنا قاعدين، احنا قاعدين بنتغدى. لا التمويه بتاع الراجل اللي مات فيه ده. تمويه ايه وسكر ايه يا نجاتي بيه؟ لحظه واحده خلص الموضوع. يعني اقول حاجه بدل ما انا قاعد ساكت؟ النبي يا حاج رستم الله يخليك. رستم مين؟ ومحمود مين؟ انا النجاشي. جرك ايه يا عاصم؟ اهدى لو سمحت، مش هنبهدل نفسنا قدام الناس. اتفضل. اوك اوك. يلا نجاتي بيه. يلا ايه؟ واضح ان مفيش فايده. تقول لك مش موافقه. يلا مش موافقه يا بني ادم، يا بني ادم. اوك يعني انا موافقه. فهمت؟ طب ما انا عارف بس بصدق. هو ده عاصم. على فكره يا استاذ عاصم، اموريني انت بجد دمك تقيل قوي قوي. عايز اقول لك حاجه. الكانوليا اللي انت حاطيها مسيراني جدا. كانوليا؟ عامله ايه؟ والله مسيراني جدا. مسيرك يعني ايه؟ يعني في سياره، يعني في عندي اساره. ايوه لا سياره الرجاله. بص يا حولك على حاجه، انا قلت كلامي والكره في ملعبك، خديها ونطقيها على وش رجلك، ولو عندك سمانه مقلوظه اضربي مدفعها. خلص الكلام والبندقيه اتكلمت. بتقلم من ايه؟ انا الحذر واجب برضه. انت بتستهتر بالوزير؟ الوزير ده ماسك في الحكم من ايام المماليك. انت عايز كمان افرض ده، افرض حياه النفوس دي مترقبه، رجلينا تيجي معاها ليه؟ ايوه استاذ عاصم. ايوه انا مستنياك في الاوتيل. عارفه ميدان جهينه؟ عارفه. هتكملي على طول كانك رايحه على بوابه اسكندريه الجديده، اليوتيرن اللي قبل بيفرلي هيلز. ارجعي على اول بوابه تدخلك على الحزام الاخضر، وهتمشي في طريق طويل، على يمينك شجر وعلى شمالك شجر، امشي في النص يا غزال وبراندر، هتلاقيني بعد النص راكب عربيه جيب كحلي ازازها في مين. سلم واستلم يا غزال، أموت أنا. صباح الخير. صباح الخير يا باشا. فضلك والله ممكن أولع بس. بس كده يا باشا؟ ده عنينا ليك. حاضر. أي حاجة يعني. تفضل يا باشا. شكرا. تفضل يا باشا، ده شرف لينا كبير. الله يخليك. شكرا. تفضل يا باشا. شكرا أوي. بالله عليك يا باشا. الله يخليك. والله لا تتفضل يا باشا. الله يخليك يا حاج. ده شرف لينا. شرف لينا يا باشا. خلي يا باشا. يا حاج خلاص. يا باشا خلي. يا حاج خلاص. هتنفع جوه ولا حاجة؟ يا عم أنا غلطان إن أنا نسيت ولعت خلاص. يا باشا خلي يا باشا. خلي يا باشا. يا باشا هنا ولا منين؟
معالي الوزير، ألف مبروك البراءة. ما تنساش تبلغ فادي بيها. أيوة طبعا، الشرايط كلها معايا. ودفعت الفلوس ولا لا؟ يس. مبروك. باي باي. باي. لو سمحت مفيش بوابة خروج تانية غير دي على طول كده. طب متشكرة قوي، شكرا. استقبلت اخرتك حياتي. ليجي شوف مريم فين المستشفى، وبيته ما يحتاجش تعريفه، فاهم؟ ساعدني باشا. كنت عايز خدمة من سعادتك في المستشفى الخاصة اللي سعادتك شريك فيها. يا نور يا حراميه، إيه؟ انا حياتي النفوس تلعبوا بيها. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه يا مدام؟ الله الله الله، اهدي شويه. هو مش المفروض ايه المفروض ان انا اقابل عاصم سنجاري اديله 15 مليون يديني شرايط؟ صح صح. خلصته ولا لسه؟ هو ايه اللي خلصنا؟ ده هو اللي خلص عليا، اخذ ال 15 مليون واداني شويه شرايط مضروبه فيها اغاني هبطه. بتضحكوا عليا انا يا مدام؟ من فضلك اهدي. هو فين دلوقتي؟ انا اللي جاي اعرف هو فين. انا ما اعرفش. يبقى انتوا عصابه ونور وضحكتوا عليا. لا يا مدام من فضلك بقى. بقول لك ايه، يا الفلوس يا الشرايط، مفهوم؟ ايوه دي الو. ايوه مدام هيا. ايه مستشفى؟ مستشفى ايه دي؟ طب ايه دي؟ ايه دي من فضلك؟ انا جاي لك حالا. استنى هنا، رايح على فين؟ مين اللي في المستشفى؟ عاصم عمل حادثه ونقلوه المستشفى. يا خبر. طب وهو عايش ولا ميت؟ علاش عرفني؟ انا كل اللي يهمني فلوسه بس. وانا كل اللي يهمني الشرايط. يلا انا جايه معاك. انا اسف جدا يا فندم، ما قدرناش نعمل اي حاجه. استاذ عاصم سنجاري تعيش انت. عاصم بس انا عايزه اشوفه دلوقتي. ما انصحكيش يا مدام، لان الحادثه شوهت وشه تماما.
شدي حيلك بقى لي راح. بقاء لله. سعيكم مشكور. بقاء لله. سعيكم مشكور. يا أستاذ نجاتي، في واحد على البوابة بيقول إن قريب المرحوم. مدام هاي. ايوه استاذ نجاتي. في واحد بره بيقول انه ابن عم المرحوم عاصم وعاوز يقابلك ضروري ضروري. حمام في الجنينة برا. حمام؟ ايوه. مش حضرتك مزنوق وعاوز تعمل هوي؟ مزنوق وهوي ايه؟ بقولك هوي 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 يعني بحي وبمسي. نعم. ايه عايز مين حضرتك تبقى مين؟ ايوه بالراحة. رد على اني سؤال في التلاتة. وامتحان ولا ايه؟ مش ده ايه؟ ايه؟ المفروض انا رد شوية شوية. نعم يعني استعين بصديق بقى على الاجابات دي. صديق ايه بس؟ احنا مش فوزير يا اخي. احنا في حالة ما ينفعش فيها وجع الدماغ. عندنا حالة وفاة. حلو. أنا بقى جاي عشان خاطر حالة أم وفاء دي. أم وفاء دي؟ اللي عندكم جوه. إحنا ما عندناش حد هنا اسمه أم وفاء. على طلع عندكم جوه حالة أم وفاء. عندنا حالة وفاة، وفاة، وفاة. ميت. ميت؟ أيوه ميت. طب ممكن أقابل المرحوم؟ جاي تقابل ميت؟ أتصدق أنا ما ما جاتش خالص على بالي. طيب يا سيدي، أديني بقول لك. طب نعم. ممكن اقابل مرات المرحوم؟ تحت امر حضرتك. حاضر. طب اقول لك ايه يا باشمهندس، انا بقول دلوقتي انا عايز اقابل مرات المرحوم. أيوه. حضرتك بتقول لي افندم. أيوه. انا المفروض اعرف ان انت المرحوم. بقول لك تحت امرك، يعني اقول لها مين حضرتك؟ ايوه. هتقول لي انت مين؟ هقول لك انا محامي المرحوم. الف مبروك والله. مبروك على ايه بس؟ على كده المحامي القتيل ده. طيب يا سيدي متشكرين، كتر الف خيرك. طب سعيكم مشكور، مع السلامه. غنبكم مرفوض. بص نعم. انا هقول لحضرتك على حاجه. قول. انا ممكن اقابل مرات. هترجع في وشي مرات المرحوم؟ انا عايز اقابل مرات المرحوم. نقول لها مين؟ ولا حد من ريحه المرحوم. يعني ايه من ريحه المرحوم؟ يعني اي حاجه انا هقرشك في ايدك، انا يعني فانيليته بنطلونه اي حاجه. يعني اخش لمراسي المرحوم اقول لها فانيله المرحوم عاوزه تقابلك؟ طب والنبي ده كلام. قول لنفسك يا اخي. ده 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 قول لنفسك. ده 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 كلام. اقول لها فانيله المرحوم. ما تقول لنفسك. قول لنفسك انت. الله ده حاجه غريبه قوي. اقول لها ايه؟ انت مين؟ ابن عم المرحوم. انت ابن عم المرحوم؟ ايوه. انا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري ابن عم عاصم عبد الرحمن جمبري السماوي. لا مش ممكن. ليه؟ واي ونط. مش ممكن. انت ابن عم عاصم الله يرحمه؟ امال مين؟ خالته؟ ايوه انا ابن عم عاصم. لا بس عاصم عمره ما قال انه ليه ابن عم بالله. متاكد من الكلام ده؟ خلاص خلاص من غير ما ترجع في وشه. امال ايه طيب؟ طيب يعني انت ابن عم عاصم. امال ايه؟ طيب دي واحده بقى. اتفضل. انا حدي خبر لمراتي المرحوم. خليك زي ما انت. اوي 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 مرحبك يا عاصم يا ابن عمي. الله يرحمه.
دنيا يا حاج. ايوه دنيا. كل من عليها فان فعلا كله رايح. كله من عليها والله فان. كله رايح طبعا طبعا. لبس بيروح، فلوس بتروح، ايوه اكل بيروح، ايوه مرسى مطروح كله بيروح، كله طالع عريان منها، حدش هياخد حاجه خالص. كله هيطلع ايه؟ كله هيطلع عريان منها. عريان بدلتك دي هتسيبها وتمشي. مش معنى انا يا اخي. انت مش بني ادم. انا بني ادم بس لما يجي معادي انا هقلع البدله وابتكي على الله. ماشي اما يبقى يجي معادك ما تعملش فيها وطوات انك مخلد فيها. لا مش مخلد. عموما انا مش هطول، انا جاي في كلمتين هنا مع مرات ابن عمي. بص بقى مرات ابن عمي. لا لا خد خد مش دي. مش هي يا حاج استنى. مش دي تعالى. مرات ابن عمك هنا. امال دي مين دي؟ لا دي جايه تعزي. جايه تعزل وده وقت عزل. مش عزال. عزا عزا ليه جات عم عزا عزا وده وقت عزا برضك. ايوه مش عندنا ميت يا سيدي. انا عايز مرات ابن عمي. اهي يا سيدي. فين هي؟ اهي اهي اتفضل. ايه ده؟ ايه ايه دي؟ ايه ده؟ هي دي؟ ايوه هي دي. يا دي كانت موجوده واحنا واقفين؟ يعني وقعت علينا من فوق. انا مش فاهم هي ازاي جت دي؟ يعني ازاي كانت قاعده؟ الله دي برزت من قلب المخده ولا ايه دي؟ ايه برزت دي؟ ايه الكميه اللي قاعده دي يا حاج؟ هي دي مرات ابن عمك. لا مؤاخذه مرات ابن عمي ما يقصدك الا قوي. هي الا ليه كده صحيح؟ ابن عمك الله يرحمه كان بيرضى بقليله. بيدخرها يعني؟ ايوه. عموما انا جاي لك في كلمتين وصيه قالهم المرحوم عاصم ابن عمي. ايوه بس انا عاصم عمره ما جاب لي سيره عنك ولا قال لي ان عنده ابن عم اسمه حككو. حككو؟ لا هي تقصد حالك. ايه حككو؟ هي بتهزقنا ولا ايه؟ لا يا سيدي. امال ايه حككو؟ اعذرها يا سيدي. الاسم البيئة. معلش هي الاسم البيئة حككو. انا بقى اسمي حككو انا يا سيدي. هي عشان زعلانه شفايفها بتضرب في بعض. عموما ما علينا، اذا ما كنتيش مصدقه اتفضلي ادي البطاقه الشخصيه بتاعتي اكشفها عنها في اي مستوصف. لحظه من فضلك. اتفضل اتاكد من اي مستوصف اذا كنت حابب. مظبوط. يعني انت ابن عمه فعلا؟ امال يعني جاي اتصور؟ اه طبعا ابن عمه بجد. طب قول لي هو كان بيستعر منك ليه؟ عشان شايفني بلطجي شويه. طب وايه يعني؟ شقي حبتين وفيها ايه؟ ايوه فيها ايه؟ مجرم اربع حبات. ايه اللي حصل يعني؟ ولا حاجه. ها؟ عشان يعني انا بتاجر شويه في المخدرات شويه ولا وحبتين تانيين في السرقه والنصب والقتل والنهب. وايه ياخدي لما اخش واسرق بيوت واقلب ناس وادي لناس فقراء؟ يعني انت حرامي؟ لا مش حرام، انا عندي رجاله بتسرق زي الفل وبتجري في المخدرات. بتاجر في المخدرات اكل بشرف. لا بسيطه بسيطه. عموما يا اخ حنكو احنا متشكرين ليك قوي 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 وانس وشرف. مع السلامه. مع السلامة. ايه؟ ألف سلامة. خلاص سلامة ايه يا حاج؟ وانا جاي بالسفر تقولي مع السلامة؟ ما انا عاوز ايه انت؟ ايه اللي عاوز؟ انا انت اللي عاوز ايه؟ انا راجل هنا صاحب بيت ومكان. صاحب بيت مين؟ انت ايه اللي بتقوله ده اصلا؟ ايه اللي انا بقوله؟ بقولك انا صاحب بيت ومكان والدليل اهو. اتفضلي امسكي. ايه ده؟ هو انت كل شوية تطلع لنا حاجة؟ امسكي واسمعي ده وانت هتفهمي كل حاجة. بلاي اون. هيا التسجيل ده لو وصل لايدك عن طريق ابن عمي حنكو اعرف ان انا حصل لي حاجه وسامحيني. هيديكي شنطه صغيره افتحيها واسمعي اللي فيها كويس قوي وساعتها هتفهمي كل حاجه وهتعرفي تعملي ايه. ولو عوزت اي حاجه اي حاجه اطلبيها من حنكو ابن عمي. سكت الكلام. طب ما قالكش اي حاجه تانية يا استاذ حنكو؟ حضرتك المدام؟ لا. وما بتسالي ليه؟ يعني 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 طب فين بقيت الحاجات اللي معاك؟ الشنطه فين؟ حضرتك المدام؟ لا. امال ايه بتسالي ليه يا سيدي؟ انا المدام. فين بقى الشنطه اللي هو قالك عليها؟ حضرتك بقى المدام. المفروض كده. ومن حقك تعرفي فين اللي الشنطه. كويس. الحقيقة بقى دي بقى الحاجة الوحيدة اللي أنا مش عارف أفكر فيه بصراحة. ليه بقى؟ مش متذكره. فين بقى الذاكرة بتاعت الشنطة؟ مش موجودة خالص. إنما بقى اللي يعني فكروا شوية كده يعني
حاجه كده 15 مليون و تقريبا شنطه وشرايط. ايوه يعني عاوز تقول ان الشنطه اللي معاك فيها 15 مليون حضرتك المدام؟ لا 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 تسأل ايه؟ لا انا مش المدام. الله لا ايه يا خالد بتقلقني ولا ايه؟ خلاص تسألي ليه؟ خلاص طيب خلاص خليكي المدام. الله زعلان ليه كده؟ ايه هو مش عاوز يفهم؟ معلش عشان خاطري قول لي يا استاذ حنكو ايه موضوع الشنطه؟ حضرتك المدام؟ يا لهوي لا امال بتسألي ليه؟ يا سيدي انا ام المدام. الله طب ما تندهيلي بنتك خلينا نتفاهم معاها. لا انا كنت قاعد مع امها ليه هذا؟ انا جاي ابلغ لك رساله و اتكل على الله. طب عندي ما انا بقول لك عيله قاعده تقول لي لا دي مراته. طلعت امه يا عم. يا عم مراته وانا عبيط يا ابو الحاج. دي مراته، دي مرات ابن عمك الله يرحمه. ومرتاحه شخصيته امها يعني ولا ايه؟ يا سيدي انا هيا. طب ما تتنكريش بقى مني بقى عيب. الله العظيم يا رب. حقك علينا، انت فهمت غلط او هي بتتكلم غلط. هي مرات ابن عمك. خلاص اتفضل بقى اتكل على الله انت والحاجه اللي معاك دي. وانا جاي اشحت منك. لا معلش بقى، انا مش طالع من هنا الا باذن المدام. باذن ايه وانت خارج من حاجه زي هتعمل لي فيها ظابط الباحث؟ بيت البيت هي. يلا يا حاج اسرع فيه دور بره اقعد جنبيه. يلا يا حاج اتكلم مع البتاع ده لوحدي. يلا يابا انت جاي تاكل هنا وتقلب المدام. ماشي يلا عندي مرات ابن عمي. ماشي ماشي وانا عبيط مرات ابن عمي يا عم. ماشي يا حنك حنك اقعد انت بقى مرات ابن عمي مالكيش دعوه. يلا يا حاج يلا يا بتوع الموالد يلا يا سريحه يلا يلا ب 60 داهيه يلا يلا امشوا اجروا شوفوا لكم اي كنيف وخدوا فيه. الله انت يا بني ادم انت ايه اللي انت هبته مع الناس ده يا نسبك ما اعرفش اسمه ايه؟ حنكو حنكو ابن عم المرحوم عاصم. انا مالي؟ ايوه الناس دي مستغله وعايزه تاكل وتشرب وتقعد. الله طب انا هسيبك عشان خاطر التليفون الخصوصي. انا قاعد بره اي حركه انا قاعد للناس دي. دي ناس بتوع موالد وانا عارفهم. ايوه يا رنا ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انتي كمان وحشتيني. بابي كويس سافر باريس وبيسلم عليكي قوي بيقولك وحشتيني جدا. ايه؟ لا 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 مرات ابن عمي. ايه؟ لا اصل انا عندي لا انا قاعد انا عندي شويه فكر. لا فكر فكر وجرجير. لا طب تصبح على خير يا مرات ابن عمي. تصبح على خير. اوي 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 ناقصين فضايح احنا. مش وقته مش وقته دلوقتي ننشر غسلنا الوسخ يا فادي. هنتصرف ازاي يا حياه؟ نجاتي الفيومي هيجيبه بحجه انه يتكلم معاه في الميراث، وطبعا كلمه من هنا كلمه من هنا اكيد هيعرف يوصل لحاجه. اما بقى حكايه الفلوس اللي راحت فصدقوني ده كان غصب عني. اعمل ايه؟ مش وقته الكلام في الموضوع ده يا حبيبتي. بس عارفه لو ليكي يد في الموضوع ده هقطعها. سيادة الوزير حياة طول عمرها مننا وعمرها ما تعمل كده. بس نلاقي الشرايط الأصلية الأول. يا سلام يا سلام يا أخويا ونرجع تاني ندفع ال 15 مليون مش كده؟ أنا يا سيدي اللي هدفع تاني. ما تقلقوش اعتمدوا عليا. بس عارفة يا حبيبتي أنا مش هفضل قاعد هنا مستني أقتص 50 سنة سجن. أنا لو وقعت هتقعوا كلكم معايا وأنتي أولهم.
هقول لهم مين هو الوسيط يا حبيبتي. هو احنا مش هناكل ولا ايه؟ ايه بقى الزكاوه في ان انت شلت البراد من هنا ورحت حطيت هنا البراد؟ ايه الفرق؟ الزكاوه هدتك ان الشاي مكانه، السكر مكانه، كل واحد يجوا كده مكانه. يا اخي بيبي يا ليه كنتوا تعبتوني؟ يا يهجي روحي زنوبه، تعالي زنوبه، مفيش حد هنا غير زنوبه ولا الشرشوب بتعمل قاعده هنا. روح الله يشرب بيت. يلا 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 ابو زنوبه اللي جاب زنوبه. ده انت المفروض شبشب زنوبه مش زنوبه. عنتر بن شداد بيختم علينا ولا ايه؟ وانت مالك انت كمان ما مفنشه دماغك كده ليه؟ مفيش، زهقانه بس. زهقانه انزلي البسين على طول. ماليش نفس. ماليش نفس ايه؟ وانا بقول لك انزلي المطبخ، بقول لك انزلي البسين. مفيش نفس ليه بقى يا ست النظره؟ بابا ما بقاش بيكلمني ولا بيتصل بيا خالص. ابا يعني هتلاقيه يعني اكيد مشغول يعني. لا، مامي بتفضل تتكلم معي، واول ما بروح اكلمه الخط بيقطع ومش بيتصل تاني. لا هو على الدبكه اللي انت عاملها كل ده عشان خاطر الخط اتقطع؟ دي ست اي حاجه عندك مقطوعه هاتيها وانا اخيطها او الحمها. خيط ازاي انكل؟ ده الخط بتاع التليفون. ايوه ما انا عارف، بس انا بستعبط عشان خاطر اضحكك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عرفت الحركه دي ازاي يا انكل؟ لا ما انا ما ده احنا ياما كنا بنلعب انا وابوك يا عاصم. ده مره عاصم نط من فوق النخله وانا رحت نازل رش فيه على طول. يا بلاوي ياما. صباح الخير يا مرات ابن عمي. صباح النور. صباح الخير. ايه مش هتفطر ولا ايه؟ والله انا بصراحه انا اول مره افطر الفطور الجامد ده. امال كنت بتفطر ازاي يا انكل؟ يدوي. كنت بفطر يدوي يعني، وانا على التروسيكل كده كنت اروح خاطف اي سندوتش كده وانا ماشي يعني. طب ليه بابي ما كانش بيخلي حضرتك تيجي عندنا؟ انت طيب قوي. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بس بابا كان بيقعد يتحايل عليا كتير قوي وانا كنت عندي شغل. طب هو حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل اعمال حره. يعني ايه اعمال حره؟ يعني انا حر في اللي انا بعمله. وايه اللي حضرتك عايز تعمله؟ عايز اكل. ابوس ايدك سليني بقى رانا. وبعدين عاوزين نفطر في سكات بقى يا حبيبتي. حاضر يا اتفضل يا استاذ حنكو. ما بلاش استاذ حنكو دي، و خلي البساط احمدي ونرفع بينا وبين بعض الكلفه. طب حضرتك ما عندكش اولاد يعني اناديك باساميهم مثلا؟ عندي خمس ولاد وامهم وقع عليهم سقف البيت ماتوا غرقانين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكرتيني بالمصيف. انا راح بدي حته مايو يا مرات ابن عمي. والله حته مايو سوسه من اليمين وسوسه من الجناب والشمال. خلاص انا اسفه اني فكرتك بالازمه الرهيبه دي. ولا ازمه ولا حاجه، بكره اجيب مايو غيره. يلا مامي. هو احنا ممكن واحنا بالليل نايمين يقع علينا سقف البيت ونموت؟ على فكره يا بنتك ما شاء الله ذكيه، دي على طول قدمي لها في القريه الذكيه. يلا حبيبتي عشان ناخد شاور. يلا طلبوا ايه؟ شاور. انتوا هتحلوا من غيري ولا ايه؟ انا رايي تفطر على بال ما نروح نحلي ونيجي وهجيب لك طبق. ها خلاص يا ريت. والنبي حتتين ترشي معاكي مرات ابن عمي عشان ساعات نفسي بتنوع من ال الشمر ده كله. دي ولا ايه يا مرات ابن عمي؟ اهلا 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 يا مرات ابن عمي. اتفضلي شابي زيق زيق شاي. ايه اللي انت عامله ده؟ يعني مش حراسه ولا هي اي كلام؟ لازم اللي معدي يشوف ناره ووحش قاعد ولا ايه؟ ايه؟ تشربي زيق شاي ولا كرسي؟ معسل ولا سلوم؟ بقول لك ايه يا استاذ حنكو؟ اتفضل. هو انت يعني لسه ما لقيتش شنطه المرحوم؟ يا خبر، بصراحه انا محرج مني خالص وفي نص بقي بصراحه، لان انا العز والفخفخه اللي انا متزروط فيهم هنا دول واكل بقى وعربده، بخش الحمام 18 مره في اليوم. انا ما مش قادر، فبصراحه نسيت يعني الحاجات دي منسياني يعني. طب بقول لك ايه، انت مش شايف ان المده طولت كده وبقالك اكتر من اسبوع؟ انت بتعايريني يا مرات ابن عمي؟ بتعايريني على الاكل والشرب والنوم اللي ايه ايه ايه
بتقعديني فيها؟ حضرتك فهمني غلط خلاص، انا مش قصدي كده. امال انت قصدك ايه؟ هفهمك دلوقتي. المحامي نجاتي الفيومي بيكلمني اكتر من مره عشان عايز يخلص اجراءات الميراث وكده، ومستني الحاجات اللي انت قلت له عليها وانت طبعا مش فاكرها. لا ما هو انا مع السنة ده مش عارف ايه الحكايه دي، عندي ذاكره النسيان في هنا عندي ناسي على طول. انا مش عارف الشنطه نفسها يعني مكان الشنطه في قلب المكان النخاعي جوه. انا مش فاكر ده ايه. ده بقى ده زهايبر. زهايبر هو ولا زهايبر وان؟ شفت والله والله يا مرات ابن خالي، انا ما يعني انا مش عارف اقول لك ايه. قلت لك مرات ابن خالي صح؟ شفت ده زهايبر ده هو. لا اكيد لازم استجم على فكره. عايز افتكر انا بونوي. ماشي لو معاه فنجان بقى وجنبيه حتتين سكر هتبقى حاجه عسل. اشرب الشاي. ما انا هشرب الشاي بس هاتيلي انت بس القهوه. اوي رنجك خطفني من اصحابي انا واد صياد، اتريكي ساكنه ناحياني يا سلام يا اولاد. اوي اوي والنبي فين فين المد؟ اوي مساء الخير يا بت. بت عايز مين؟ ايه اللي عايز مين؟ مش انا اللي عايز يا بت، انتوا اللي عايزين. احنا مش عايزين حد، فضل اطلع بره من هنا. اطلع بره؟ انا حنكو تقول لي اطلع بره يا بنت القرعه؟ خش بدل يلا يا الراجل اللي جوه عندك. طب ثواني. قولي له حنكو باشا واقف عندك عند الريسبشن. اسمه نجاتي، واحد اسمه حنكو. المعلم. المعلم حنكو موجود. اوكي حاضر حاضر يا فندم. اتفضل معايا. اتفضلي. قول لي يا مستر حنكو. اتفضل. اما تصفي شغلك اللي حواليك ده كله يعني هتاخد من وراك كام؟ 100,000 200,000 300,000؟ انا بصراحه عندي لقمه بغاشه ليك. بغاشه من اللي ها؟ هتخلي لي بقي يعني؟ طبعا انا معاك هتخلي بقي. حنكو سد الحنك المحنك معاك. ماشي حيث كده بقى في الحلقه دي هنقسم سوا. هنقسم ايه؟ الشنطه اللي معاك. انت 7.5 وانا 7.5. اهلا 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 مدام حياه. اهلا نجاتي بيه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا 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 ايه ايه مدام حياه اتفضلي. ازيك يا استاذ حنا؟ الله يخليكي. طب اوي واشد انا بقى. لسه ما خلصناش كلامنا. ما خلصناش كلامنا. انا مش هقدر. لا لا ما خلصناش ازاي؟ معلش بعدين بقى اجي لك، يمكن عايزين تبوسوا بعض ولا حاجه. انا يا راجل لبوس ايه بس؟ لبوس انا بقول لك تبوسوا بعض مش لبوس. انا ما بقولش نبوس ازاي؟ ما يعني براحتكم يعني. لا يا عم مش هنبوس بعض. انا اللي ماشي، انا مش هقدر اقعد. ليه مش هتقدري؟ ظهرها واجعه ولا ايه؟ مش هتقدر تقعد ليه؟ لا يمكن هي حامل. لا يا عم حامل منين؟ امال هي حامله هي ولا قول لي بس الاغاني. يا استاذ حنكو ظهرها واجعه. لا ظهرها مش واجعه. هي قالت كده. ايوه فندم. انا جايه اعزم استاذ نجاتي على حفله عيد ميلادي. يا ريت تحضر، هكون مبسوطه قوي. حفله عيد عماد مين؟ هي قالت عيد عماد. مش قالت لك عيد عماد ماهر؟ قالت عيد ميلاد. عيد عماد ماهر. انت حالك ما بتسمعش. 7 تقيل بتقول اعزم الاستاذ نجاتي على حفله عيد ميلادي. عماد بقى اللي هو جوزها. انا مش متجوزه يا استاذ. انت مش متجوزه؟ مش متجوزه؟ مش متجوزه. لا مش متجوزه. ازاي دي مطلوقه كده و ايه مش متجوزه؟ ما مش متجوزه. ده بص عامله ازاي؟ ايوه عامله ازاي؟ ده بعد عنك بارود واقف ينفجر في اي لحظه في اي. انا عن نفسي ايوه كرجل انا ما يكيفنيش الا الاشكال اللي زي دي. تعجبني. بيبقى من جوايا اثاره يعني. بتصار. ايوه باي. هتشرفني ان شاء الله. لازم حفله جوازك احضرها طبعا يا سيدي. عيد ميلادها. عيد ميلادها. عيد ميلادها مين؟ مش هتكلم استاذ حنكو. انتوا ما تعبانين ولا ايه؟ يا استاذ حنكو خد العنوان بيتي. هتشرفني؟ ده مطعم ده ولا ايه؟
معقول هتسكن في مطعم؟ ما هو مكتوب ده عنوان الفيلا. عنوان الفيلا هي عايشه في فيلا. اه مع عماد بقى. لا مش هرد عليك. مش متجوزها، مش متجوزها. حنخو حنخو. إيه إيه يا راجل بلا سكرتيره بلا سوفت ويره. يلا استاذنك انا بقى يا مدام حياتي. مع السلامه. ما تتاخرش. انا اتاخر؟ هستنيك. انا ينفع اتاخر؟ انا هجيلك. هجيلك؟ انا هجيلك. اوكي. بس استحملي بقى. في انتظارك. سلام. ها عملت معاه ايه؟ ولا حاجة. بيصيع عليا. لا وقال ايه؟ عبوس بقى. ايه؟ بوز بقى. ابوس ايه؟ يا عم جايبها لك ببوزها قدامك. بوز. انت ايه اللي رجعك تاني؟ انا نسيت الكارت بتاعي. هلي ولا ايه؟ بنمسي على الانس. اهلا يا استاذ حنك. ما بلاش استاذ دي. بحس كده ان في حاجه في رجولتي بتتهز. فشر. طب ايه رايك يا معلم حنك؟ هموت انا. اتفضل. اوي انا بيب. نورت يا معلم حنك. اوي يا صلاة النبي. ايه ده ايه ده ايه؟ انت ايه عزمة الشيطان عندك ولا ايه؟ الشيطان ايه بس يخص عليك؟ ده الشموع دي كلها علشانك انت. الله ليه وانا عليا نادر ولا ايه؟ انت مفيش حد جه من اصدقاء السوق عندك ولا ايه؟ لا طبعا. فين الفريندز؟ فريندز ايه؟ الفريندز دول الحفلات كده لاي كلام، لكن عيد ميلادي ده لازم يكون الناس فيه فيري سبيشال، يعني الناس المقربين. المقربين شوية يعني. ولو قربوا حبتين ايه اللي هيحصل؟ لا لا ما يعني. ايه يعني؟ لا مفيش حاجة. لا مفيش حاجة. امال ايه؟ لا ولا حاجة. مفيش أي حاجة نهائي يعني لو قربنا حبة يعني. يعني المحبة المحبة ادونا حبة. نورت بيتي، نورت بيت نورشان آدم حياة النفوس. أنت صدقي جبتي أعز نجم سينما ليا في هوليود الهندي ده؟ شاروخان ادم ده؟ شاروخان ده واد مرعب الواد ده، على فكره مكسر الدنيا. ايه اللي دخله في موضوعنا دلوقتي؟ ما هو ده مش شاروخان ادم؟ مش ده اللي ظبط مراته وهي بتخونه مع الكلب؟ اموت انا، اموت انا. انت دمك شرباص. بحضر افراح كتير. يبقى نطير الازازه بقى. يلا نطير الازازه بقى. يلا اساعدك. ايه؟ ايه يا اختي؟ ايه؟ في ايه؟ لا ولا حاجه. هات هات البطيخه. طب هات اهي البطيخه اهي. ايوه حط. اه هات. هوبا. لا لا من القلب. لا من القلب. محبة. محبة ايه؟ والنبي محبة. لا دي بص دي بص دي محبة. طب هروح اجيب شوكة. شوكة ليه وتلوثي البطيخة ليه؟ الله هتجيبي شوكة تروح ملوثة البطيخة. انت ما سمعتيش عن التنوث الكبدي؟ التنمس الكبدي. طيب امسكي. يلا استنى هاخد حته. يلا انت بتغيري العيل. ما تمسكي. استنى. ها ايه رايك بقى؟ حلوه وطعمه قوي. اه طبعا. احنا بقى ايه؟ ناخد غسيل عشان نعمل دماغ. ايه المشروب ده؟ ده مريض غسيل. كنت غسلت الفانيلا بتاعته ولا ازاي؟ غسيل ايه؟ طب استنى 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 استنى. انا عندي هنا مشاريب حلوه قوي. عندي فودكا وشامبين، عندي حاجات كتير. ده ايه عيالك دول ولا مين دول؟ عيال بضول. ايه مشاريب؟ مشاريب؟ ايوه ماشي. يلا هات حاجه بتاعت الجروح يعني. براحتك يا غزال. وبين شطين والميه عشقكم حق يا غليل عليا. اه اوي ده احنا ليلتنا بينها تيس تيس. لا سيبك بقى من ده.
خد الفودكا دي. ده ايه ده؟ فودكا. ده ايه؟ مشروب اسمه فودكا. فودكا؟ والنبي انت اللي فودكا. ما تنزلي تقعدي هنا، انت قاعده محسن ان انت نازله محطه فيصل. اقعد فين؟ من قاعده انزلي اقعدي على الارض. انا اقعد على الارض؟ ما تقعدي على الارض. يا ايه يا اخي قعدت على الارض يا انت؟ ايه يعني؟ ما تخليكي متواضعه ولا احنا ايه؟ خلاص مش كلها اولاد ايه؟ خلاص امال ايه؟ اهو اسقطي سقطنا. ايوه كده اسقط يا غزال. يلا تشيرز. ها؟ تشيرز. هو من اولها كده؟ لا تشيرز. بقول لك تشيرز يعني صحتك. اي اي تيس ايه الحلاوه دي؟ انت جايباه بالكابينيه ده ولا ايه؟ ده بيهضم جامد قوي. والنبي محبه محبه عشان خاطر سيدنا النبي. لا لا اخش انا يعني؟ اخش على بركه الله. تسكتي ولا ايه؟ انت منور. ده باين عليها سكران. صح ايدك. هتتكهرب وشعرك. ايوه. طيب الله. يلا بقى واحدة سيلفي أو عديلي. كمان واحدة. حلوة؟ حلوة. يلا يلا. أيوة هات يلا. لا لا مؤاخذة معلش. أوي 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 أوي. حنكو. يا عيون حنكو. عايز أحكي لك حدوتة. أحكي لي حدوتة. أنت لسه هتحكي لي؟ ما أنت خلاص حكيتي لي. وانا حكيت لك حاجة؟ يو ده انت حكيت لي رايحة جاية رايحة جاية حكايات ودوشة قد كده. حتى كمان بالعمارة تم اخر حاجة وصلنا لها لما رحت تقابلي عاصم سنجاري. بتهيألي انا حكيت لك كده؟ وانا يعني انا هحجبه من عندي. اتحجبه من عندي. انت اللي قلتي وانت بتتكلمي. حنكو كملي. ايوه عايزه اطلب منك طلب من فضلك. تحت امرك اطلبي. بليز. ايوه انا عايزه بقى الشرايط بتاعت الوزير المتسجله وبتاعت ابو دوم. يا سلام. بس كده؟ عينيا بجد؟ طبعا. تعرف انت لو عملت كده انت هتبقى ريل ريل جنتلمان. ايه برابير جنتلمان دي؟ برابير ايه؟ تبقى ذكر يعني ذكر كده. لا انا من ناحيه ذكر فانا ذكر. اوكي. امال ايه؟ هتديني بقى شرايط؟ طبعا. بس انا ليا شرط بسيط كده صغير. اشرط كل اللي انت عايزه. كل اللي انت عايزه. ارقصي لي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده انت بلدي قوي راسي وكلام ده. بلدي ايه وبسره ايه؟ ايه اللي جاب الرقص للبلدي والموالح والمانجا؟ ما تقوم يا مانجا فرجيني نفسي. في ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. الله يبقى انت مش ست على طول. فشر. يلا فرجيني. هزيها الناس لبعضيها.
ايه ده؟ ده كنت بلعب انا و رنا بنت ابن عمي. حلوه؟ حلو. انت زعلانه ولا ايه طيب عشان بلعب معاها؟ لا بالعكس. امال ايه؟ انا مبسوطه قوي ان رنا فرحانه بيك ومبسوطه بيك وتعلقت فيك كمان. متعلقه فيا؟ ليه وانا شماعه ولا ايه؟ طب انتوا ايه اللي مقعدكم هنا في قلب ال بالليل؟ ايه ده عشقاش الهلك ادخلها لك جوه فوق؟ لا ممكن توصلها لحد الباب بس. اوصلها لغايه الباب؟ طب هتدفعي بونديره ولا كريتت؟ يلا يا رانا روي حبيبي يلا تعالي يلا أبها حليب يا لبن يلا حبيبتي ماما اهي يلا يا مرات ابن عمي. حاضر. بقولك يا مرات ابن عمي هو انت بتعملي ايه بالليل؟ مالكش دعوه خليك في حالك. خليني في حالي ازاي يعني؟ بقولك ايه هو انا يعني ممكن اسالك سؤال؟ اه طبعا انت مرات ابن عمي ومن حقك عليا انك تساليني سؤال. طب هو انت ليه يعني مصمم انك تبات هنا يوميا؟ والله مرات ابن عمي لازم احميها وبنت مرات ابن عمي لازم احميها ودي وصيه المرحوم عاصم سنجاري ودي وصيه واجب مكدس. اه بس مش غريبه يعني انك تنفذ وصيه عاصم مع انه يعني طول عمره بيستعر منك؟ اقول لك على حاجه كل واحد بيعمل باصله بقى احنا لينا ايه غير العمل الحسن الرضي؟ هات البنت هتجيب البنت؟ احنا بنلعب بصره ولا ايه؟ هات الشايب طيب. نزل البنت هنا. وهتنزلي بالتسعه تاكلي ولا ايه؟ تصبح على خير يا ابني يا عمي جوزي. وانت من اهل ومرات ابن خالي. اوي وبعدين بقى في صوتك الزفت ده؟ في هرسة عندك باين بتنعنع. انا اللي بتكلم. وانت من اهل ومرات ابن عمي. اوي البت دي حاسه بحاجه. اه والله حاسه بحاجه. وحاسه الست لما بتكون حاسه بتبقى حاسه زي الحساس بتاع العربيه بيزرط قبل ما يخبط. دي حياه النفوس حياه ام حياه النفوس دخل لك الكبد ونفوس وكلاوي يخت على الراس سنت. رنجك خطفني من اصحابي وانا بس صياد اتريكي ساكنه ناحياني يا سلام يا ولاد. ايه ده؟ مدام حياه قومي. ايه اللي نايمك كده؟ شش مدام حياه اصحي قوم. ايه ده؟ يلا قومي. ايه اللي نايمك كده؟ ايه ده؟ معلش اعملي لي قهوه دول. حاضر. يا نهارك اسود وحياه امي هطلع عينك. فريده انت يا فريده افردي رجلك بقى. ايوه افرديها خالص. وانت هتحسي ان انت عامله زي الايه؟ حاسه بيه انت بقى؟ حاسه ان انا عصفوره بتبلبط في السما. Thank you.
عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله. هو انت عرفت مكان البخاخة ازاي؟ ها؟ اللي عرفت مكان البخاخة ازاي؟ ما هي رانا قالت لي. انا؟ ايوه انت كنت داري انا في حاجة، ده انت كنت في ملكوت تاني. والله يا مامي لا، انا افتكرت حضرتك اللي اديتيها له. ها رانا احنا قلنا ايه؟ قلنا اللي بيكذب بيروح فين؟ بيروح النار. ها؟ صباح الخير يا مدام هاي. اهو جهنم وصلت اهي. صباح النور، اهلا بخير. ابدا عايزه الاستاذ حنك في كلمتين. طبعا اتفضلي البيت بيتك. هبعت لكم الشغاله تعمل لكم حاجه تشربوا. ميرسي. يلا يا رنا. انطري. اوي ممكن بقى تقولي انت اخرك ايه؟ انا ماليش اخر. حنكو ملوش اخر. خلاص حنكو طلع على الطريق وملوش يوترن ولا اي دايره تيجي معاه. انت هتستعبط عليا بقى، بتبعت لي صوري على الواتساب وانا سكرانه. اما هي وصلت يا سلام. خلاص ما دام بقى وصلت بقى، انا بس حبيت اعرفكم ان انا عرفت. عرفتوا كلكم بتتكلم بالجمع؟ ده انا هتكلم بالجمع وبالطرح وبالاسم كمان. اعرفوا كلكم سياده الوزير، فادى بدومه 15 مليون اللي سعادتك نمت عليهم وانا ما اتكلمتش، وطلعت راجل كده وبصمت معاكي. كان ممكن بمنتهى البساطه تليفون صغير لسياده الوزير قالوا اشارات ابدا عمليات لا بلا بلا، فجاه سعادتك فطوره بالوزير الخاصه بتاعته. مدام حياه النفوس، احب اقول لك اذا كنت فاكره انا عاصم، لا انا حنكو سنجاري. هو عاصم انا حنكو، انا اعمل من عاصم سنجاري ده 18 عاصم. تبعبعت بحاجات في قلب السكر بتاعك اللي كانت تيجي على البال ولا على الخاطر. لا على البال ولا على الخاطر يا حياتي. وانا ساعتها افتكرت الشرايط فيه، والشرايط خلاص بقوا في حوزتي دلوقتي. طب والمطلوب؟ الله احب كنت ناعمه قوي، بموت في النعومه بتاعتك. حلوه قوي. المطلوب ايه؟ اللي خدتيه من المرحوم يرجع لابن عم المرحوم حنكو سنجاري. حاجه بسيطه جدا، هتكلم سياده الوزير تقولي له يا سياده الوزير تصور انه عاصم سنجاري خد ال 15 مليون ومات وما نعرفش هما فين، وحلال عليكي مش هنطبع حرف. شفت انا جدع ازاي؟ 15 التانيين بقى بتوعي هجيبيهم ازاي؟ هتقولي دول لحنكو ابن عم المرحوم، حقه ده ديل جديد وكده؟ يبقى سكت الكلام وكده مات الكلام. الحمد لله على السلامة يا مرات ابن عمي. مساء الخير. مساء الفل. على الله انها تكون كانت فسحة نميسة. كنت فين؟ في الجيم. انا بسأل سؤال واضح ومحدد ومتحزز كمان، انت حضرتك كنت فين؟ قلت لك كنت في الجيم. لا اله الا الله يا مرات ابن عمي، انا دلوقتي بسال سؤال واحد بس، انت كنت فين؟ انت عرضي وعرض ابن عمي، وعرض ابن عمي وعرضي، يبقى العرض عرضين، فانا لازم اغير على العرض بتاع ابن عمي. انت كنت فين بقول لك؟ غريبه قوي، عاصم عمره ما سالني سؤال زي ده قبل كده. لا سوري بقى، يعني كذابه لانه سالك. وانت بقى عرفت منين؟ ها الا عرفت منين؟ ده ابن عمي وانا عارف انه ده محر، لا يمكن يقبل بحاجه زي كده. انت ايه نظرك راح ولا ايه بتبصيلي كده ليه؟ ايه انت ايه؟ انت ناوي تخوني عاصم ولا ايه؟ تبقى عبيطة الست اللي ما تعرفش جوزها من نظرة عينه يا عاصم. عاصم ايه؟ انت شاربة سبرت ولا بس؟
بس كفايه، ليه بتعمل معايا كده؟ طب بس بقى بصي لي هنا، طيب بصي لي هنا، نفسي ابص لك علشان انت وحشني بس مش قادر، مش قادر اتصور انك تعمل فيا في بنتك كده. ليه؟ خوفي عليك وهاب، خوفي عليكم، كانش في حل تاني قدامي غير كده عشان احميكم. من مين؟ من مين؟ هم اللي دبروا حادثه موتي، وكانوا عايزين يحرموني من احلى واطعم حاجه في حياتي، بيتي، مراتي وبنتي. وعشان احميكوا كان لازم ابقى ميت في نظرهم، اظهر لهم بخلقه تانية خالص، خلقه اول ما يشوفوها يحسوا انه في خطر عليهم. غصب عني يا عيال، غصب عني، مش هيتحلوا من ايدي الا ما فيش الحقيقه. انت مين؟ انت مين؟ انا عاصم حبيبك. لا انت مش عاصم. الله يحبك. لا انت اللي ممكن تكون عاصم ده، انا حبيته واتجوزته. انا هاخد رنا واروح بيت ماما. يا ريت البنت ما تاخدش بالها من حاجه بعد اذنك. مامي في ايه؟ في ايه يا انكل حنكو؟ لا يا حبيبتي ابدا، لا اله الا الله. يلا يا رب. سحانكو بنمسي، بنمسي على الأنس والفتحة، الفتحة على الخاين وابن الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أوكي أنت وفين؟ لحظة واحدة، أنت إيه من الديانة البوذية ولا إيه؟ لحظة واحدة ولا تضلين أمين. أمتى وفين؟ أقول لك أنا بقى أمتى وفين. إيه؟ التسليم والاستلام ده تابعي انا، انا اللي حدده امتى وفين والساعه كام. انتظري مني تليفون ما بين العصر وبين الفجر. اوكي اوكي. ليلتك عسل يا عسل، ليلتك زفت يا زفت. قصدك عسل بس اسود، قول كده. عسل اسود، عسل اسود. انا ليه مزاج انا في العسل؟ ايه عايز لحظه ولا ايه؟ مش عايز منك حاجه. ميرسي يا مدام. العفو. ممكن اعمل حاجه؟ تعمل ايه؟ ارجع السمانه مكانها. بس العيد قرب يا حاج. ايوه. الاوزي اوزي برضك، الاوزي اوزي، شد في الغوزي. اوي 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 اوي.
زي ما فهمتك يا مريدي، مش عايز بكره اي خطوه تحصل غلط، كله بقى مشدود على الشعر، فاهم؟ الو استاذ نجاتي، قابلني الساعه 8 في المعادي. ايوه استاذ، حالكو؟ مدام حيات، قابليني الساعه 8 في المعادي. حيات؟ انا مش حيات. اوي 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 اوي. اتفضل يا عجاتي بيه، وانا بالباب. يا سيدي عجاتي عجاتي، بتدلعني يمكن. وانا يجيني اعز منك، ده انت ايه هنا؟ اه انت هنا. ادي المركب ال الشراعية، وادي علبة الشبكة. كله هيفرح وكله هياكل هم يا جمل. نسمع يا فادي بيه، خلي بالك نسمة الوسيط عليك، انا راجل عندي التزامات وقصة الكريم يقرب، ما تحسوا بينا بقى يا اخي. اهني نفسي بالارض ومش هنختلف. وانت عارف مين كان حيموت على الارض دي؟ ربنا يكفينا شر الموت وسر. اوي مرسي يا حنكو، وفيت بوعدك. خمستاشر مليون زي ما اتفقنا بالظبط، من غير اي دوشه. ايه 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 ايه. انت ست محترمه. ميرسي، واحنا ناس كلمتنا واحده. ليس ثقه فيك ولكن ثقه في الفلوس. خد يا ابني افرز. هتتعشى. تمام قشطه. طب وانا كله جاهز يا متر. معقوله ال 15 مليون بتوع سعادتك؟ يا ريت. تقريبا 15 مليون. لا هم 15 ان شاء الله. انا اتشرفت بالتعامل معاكم. أوكي. باي 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 باي. سلامه. حقيقي انا سعيد قوي بمعرفتك يا حنكو. انا اسعد يا عجلاتي بيه. عجلاتي عجلاتي، سلام. اشوف وشك بخير. مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن شنطة العربية؟ معاك نجاتي الفيومي المحامي. غني عن التعريف، بس دي شكليات وحضرتك لازم تبقى قدوة للعربيات اللي واقفة. أوي تحت أمرك. تحب أنزل أنا أقطعك؟ أيوة يا فندم. خلص يا ابني. أسفين على العطلة يا فندم. لا ولا يهمك، ربنا يحرسكوا يا ابني. على فكرة ده الكارت بتاعي، إذا صدفتك أي مشكلة أنا تحت أمرك. بس يا فندم، اتفضل. انت عايز مين؟ الزبالة. طب اطلع قدام شقة ريس. ليه؟ عاصم باشا بيقولوا ان موكلي الاول بصفته وزيرا باع قطعة ارض من املاك وزارته لموكلي الاخر بكام؟ ب 130 مليون جنيه، في حين ان الثمن الارض الحقيقي يتعدى المليار جنيه. اذا احنا بنتكلم في عده اصفار تنقصنا عن هذه الحسبه.
وبتقول النيابة أن هناك تسجيلات بين إيه في الوزير. في أمر من النائب العام بتفتيش المكان. عمولك الوزير من هذا بزورة يا فندم. كم عمولك الوزير؟ 130 مليون ريال. تمن الأرض، تمن الأرض بالضبط، فهل هذا معقول؟ وبعدين ليس هناك أي أدلة على ذلك يا سيادة الرئيس. الأدلة موجودة في التسجيلات يا سيادة الرئيس. فلنسمعها إذن يا سيادة الرئيس، فلنسمعها وليسمعها الحاضرون، ولتصورها الفضائيات وتنشرها الصحافة، وحينئذ سوف أنحاز لجانب الدولة والشعب في استرداد حقوقهم. نعم، وليس هذا فقط، لا، بل إني سأصبح خصما لدودا لموكلي الإسلام. أين هذه التسجيلات؟ ايه اللي مشغله ده يا سيادة الوكيل؟ ما هذا يا سيادة الرئيس؟ هل أصبح الوزير مطربا في الأفراح؟ ما هذا؟ إذن ليس هناك قضية يا سيادة الرئيس. لا هناك قضية يا سيادة الرئيس. والشرايط اهي. تفضل يا سيادة الرئيس. انت مين؟ عاصم سنجاري يا فندم. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم لو الحق. الشرايط دي وصلت لك ازاي؟ عن طريق ابن عمي حنفه، سلمها لي وقال لي لازم الشرايط دي تروح للمحكمه لو حصل لي اي حاجه. هو فين ابن عمك؟ الله يرحمه. ولما سمعت الشرايط سعادتك اتاكدت ان هو اتقتل وماتش موته طبيعيه، ودي شهادة وفاة حنك وابن عمي. اتفضل يا فندم. وفي كيس عند سعادتك هنا اللي اديته لحضرتك، موجود فيه الشرايط وموجود فيه البطاقة بتاعته وموجود فيه تليفونه، فيه فيديو مهم جدا لازم تتفرج عليه لمدام حياة النفوس، يثبت انها متورطة في نفس القضية يا سيادة الرئيس. أنا عايزة بقى الشرايط بتاعت الوزير المتفجرة وبتاعت أبو دوب. الله، ده انت طلعت وسيط مهم جدا في القضية يا مدام حياة، ما قلتيش ليه من الأول؟ ده سيادتك أمر ضبط وإحضار المحامي نجاة الفيوم. يتم التحفظ على السيدة حياة النفوس نورشان آدم ونجاة الفيوم المحامي. أنا؟ أيوه أنت. ليه؟ ليه؟ ها؟ أصلهم ظبطوا عند حضرتك فلوس مزورة. اخلص يا ابني. قول وانت انت مدام حياة النفوس نورشان آدم تحياتي و اوي 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 رفعت الجلسة يا عم الحاج. نظرا لما تقدم من أدلة لهيئة المحكمة الموقرة قررنا التحفظ على كل من حياة النفوس نورشان آدم ونجاتي الفيوم المحامي وإعادة النظر في القضية برمتها. رفعت الجلسة. محكمة! حلو قوي المكان ده. يا عاصمين. اسمه ايه؟ شكسبير. ها؟ شكسبير. شكسبير؟ اي شكسبير ولا صغير؟ ميرسي يا شكرا. ميرسي. فانا بيتي يا روحي. ربنا يخليك يا حبيبي، على فكره باين عليه اكل حلو قوي. 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 مش تعرف تعمل الاكل ده هيا؟ واحسن منه كمان. لا والله. يا هيا. كان نفسي تشوفي حياة النفوس وهي تقدم المحكمة واقفة وشها 100 لون وكده مش عارف بتحط في ايديها.
طيب بمناسبة بقى الكلبش، تسمح تديني ايدك؟ الكلبش ده يفضل في ايديك مدى الحياة، ما تقلعوش من ايديك ابدا، فاهم ولا لا؟ معبد بسرعة جدي المكان. تدوق السلامة يا روحي. مساء الخير مستر حسن. ميه لو سمحت. الله يخليك. ماجد بيه وجدي رجل الاعمال كان عاوز ياخد ميعاد من حضرتك والكارت بتاعي. ماجد بيه اللي هو بتاع قضيه الاثار اللي قلب البلد اللي من دول، مش كده؟ وهندفع كل اللي تطلبه. طب حاب اقول لحضرتك ان انا بس بطلت الشغلانه دي من زمان، خلاص مش هرجع لها تاني، احتمال افتح معرض عربيات. هيديك 5 مليون جنيه مبدئيا لو سمحت. ولا مبدئيا ولا انا قاعد انا والمدام بنتعشى، فمش ناقصين ده في الدماغ. معلش بسرعه انا خلاص. Thank you.
last Germany the England final in the Champions League 13 years ago. Fine ribbons were on the trophy, as you well know, Mr. Neville. You were a loser who ended up a winner. Yes, it's been that sort of season. I don't think we'll ever see a better season than this, and you would think if Chelsea could win tonight, could they do it in such spectacular fashion? Racing back. Connects with Müller, he's going to get a yellow card for it. And the Czech has the back pedal, looped up off a deflection, the goalkeeper trying to slip it through, forward by Mikel. Gives Lahm free. Put a chance for handball against Ashley Cole, who was inside the penalty area. Shots off to Schweinsteiger. Gary Cahill gets in the way of it. Corner. And here's Gomez. Robin! Good up for Toni Kroos to hit it. Shots of us. It's Robin! It's offside. It's no goal for Frank Ribery. Chelsea breathe again. Tossed in towards the dangerous Gomez. Just watch the... Cole. The ball. It's Gomez. Which went out for a goal kick. I think we'll ask the call. Back to Gomez! Well, he normally hits them. Oh, and Bisingwa has made a hash of that. And it could have been worse for Chelsea. Chelsea keep that streak going. It's Drogba. Feature of his play. It's gone through for Arjen Robben. The shot's on. And in the end, Lampard's there. After Chelsea were exposed. Comes out to Toni Kroos. And it flicks off the distinctive hairline of David Luiz. Drogba leaves it. Mata takes it and is it clinical. Müller, Gomez, got a chance now, and again, I refer to your previous comments, Gary Neville. Well, well, well. And this is Ribery! Well, what is Gomez doing? Trying to set up Lampard, he in turn for Kalou! Just for a second, looked as though he was going to open. Tento, decent cross on the run. And it's put wide by Thomas Müller. Müller! Has got a late goal! With 8 minutes to go! Here in Munich, Bayern Munich beat Chelsea. Home. Robert. As possibly bleak as this. Drogba! They pulled the rabbit out of the hat again! Can you believe it? Chelsea! Ribery, oh, and Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. And Czech saves! Chelsea delight, delirium behind that goal. The ex-Chelsea man can't convert, and yet again in Chelsea's Champions League run. They did first one, and he is not involved, and it does go to penalties. So just Lahm reaches it. Oh, and it hit David Luiz. It wasn't going in, but Gomez was trying to force it. It's Lahm. Saying, where were you in the middle to tap it in? And Czech saves! And Chelsea, yet again, are still alive! Chelsea, again. Well, not yet. Oh, that is a captain's penalty. Chelsea look to Petr Cech again. But Gomez slides it in. Cole against Neuer. And he does it! It's a magnificent penalty. Goalkeeper against goalkeeper. And Neuer does it. As if Chelsea need this.
and they get it. Oh, that's the perfect penalty. Yeah, it's resting on him here. And it's hit the post. And Chelsea are one. Here goes Mata. And Neuer performs his party piece. Routine. First penalty in the shootout. Lahm. Ooh, just makes it. Champions League against considerable odds, winning perhaps written in the stars. Now they are the stars.